بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نستأنف درسنا بإذن الله عز وجل، والقراءة عند أخينا بلال، تفضل. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال في صحيحه: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجهدني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال: وحدثنا أروى بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير أنه قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته، فما تبقى على النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي. قال: وحدثنا أبو كريب قال محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: أردت الحجة؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجيعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم ما حلي حيث حبستني، وكانت تحت المخداد رضي الله عنهم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أنما حلي حيث حبستني. نعم. كثير من الناس يأخذ من هذا الحديث الاشتراط المطلق، فكلما أحرم اشترط، كلما أحرم قال: محلي حيث حبستني. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه من البدع، وأن هذه بدعة محدثة. ليش؟ لأنه لم يكن ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط كلما أحرم، ولم يكن هذا ديدن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم يعهد عن أحد أنه كان يشترط كلما أحرم، إنما هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير فقط، لمرضها، لأنه يغلب على ظنها أنها لو خرجت لن تستطيع أن تكمل. وعلى هذا لا ينبغي الاشتراط إلا في حق من غلب على ظنه أنه يمنع، إما لمرض أو مثلا ما عنده أوراق، مثلا زي الآن ما عنده تصريح مثلا، فهذا يغلب على ظنه أنه يرد ولا يستطيع يشترط. لكن الإنسان الذي لا يغلب على ظنه أنه يحبس عن البيت، يعني يمنع عن البيت، لا يجوز له أن يشترط، لأنه لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم ما كان معتادا عند الناس حصوله لا يشرع في مثله الاشتراط، كالحيض عند المرأة. الحيض عند المرأة أمر طبيعي، كل النساء يحضن، ما في حرمة ما تحيض إلا الآيس، كل النساء يحضن، فالحيض ليس عذرا في الاشتراط. بعض النساء تقول: والله ما أدري، أروح العمرة لكن يمكن تجيني الدورة الشهرية، فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. الدورة ليس حابسا، الدورة أمر معتاد، الدورة كل النساء يحضن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنسائه حين خرجنا معه: ما قال اشترطنا فلعل كنا تحضن في الحج، اشترطنا وقلنا ما شاء الله، وقلنا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال لهن ذلك؟ ما قال. الحيض، وحاضت عائشة رضي الله عنها حين وصلت سريف، ما قال لها: ليتك كنت اشترطتي، لماذا لم تشترطي؟ ولما حاضت صفية رضي الله عنها في آخر يوم من أيام التشريق قال لها: أقرأ حلقة أحابستنا هي؟ ما قال: ليش ما اشترطتي، كنت تشترطي.
ولو كان الشرط يوذن فيه للحيض نص الحجات خلاص تترك الحج. يعني كما تقول عائشة أصبح 5000 امرأة في هذا في زمنها 5000، الظاهر في زمننا ولا 500000 امرأة في عرفة تصبح حائض. صحيح، فالحيض ليس عذرا للاشتراط. فهمت يا عبد المجيد؟ فهمت؟ لا تفتي بهذا. فبعض النساء خلاص تقول والله أنا أقول حبس محلي حيث حبستني، ومن يوم ما ترى الحيض لا يا أخي. ولذلك الفقهاء نصوا على أن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، هكذا يقول الفقهاء. قالوا بأن كريها، الكري من هو؟ هو شيخ القافلة الذي اكترت منه الجمل أو كذا اللي يقود القافلة، يعني دحين الحملة دار مثلا صاحب الحملة. نص الفقهاء أن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم في مكة، يعني أكثر ما يحبس النساء الدم كم؟ 40 يوم، مو كذا؟ في النفاس، ولا مو كذا؟ في النفاس عند الجمهور 40 يوم خلافا لمالك رحمة الله عليه 60 يوم يرى. فهو ملزم صاحب الحملة أنه يجلس معها في مكة، لأنه زمان القوافل إذا مشت الواحد ما يقدر يسافر لوحده، قطعين الطرق يقتلونه أو يموت جوعا وعطشا يضيع، لأنه ما في إسفلت، ينشف الصحراء يهيم على وجهه يموت ما يعرف أن يروح. فالمسافر لا يسافر إلا مع قافلة، مع قافلة. فإذا حدث في القافلة أن امرأة نفست أو حاضت فإن كريها ملزم أن يبقى معها في مكة أطول مدة تبقى المرأة فيها في الدم، سواء كان حيضا أو نفاسا، هكذا قالوا. وبالتالي الحيض والنفاس ليس عذرا في أن تقول حبستني حيث حبستني. فهمنا؟ وهذه أسماء بنت عميس حاضت في، حاضت في حليفة، في أبيار علي، في ذي الحليفة، في أبيار علي في ذي الحليفة. فهمنا؟ ومع هذا فالجمهور لا يرون الاشتراط مطلقا، لا يرون الاشتراط مطلقا، ويرون هذا خاصة بضباعة، لا يرون الاشتراط، ويقولون الصحابة ما كانوا يشترطون، ولا التابعين ما كانوا يشترطون، ولا كان يعرف الاشتراط. وذكروا في ذلك وقائع كثيرة، من ذلك أن طيب إذا منع الإنسان ماذا يفعل؟ إذا ما اشترط يفعل ما أمره الله، الله ما قال في القرآن اشترط، إيش قال؟ قال فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. أحصر الإنسان ما يشترط، ما استيسر من الهدي. ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة في عمرة صلح الحديبية، هل كان يغلب على ظنه أنه يمنع أو لا؟ الغالب على الظن أنه يمنع. ومنع، منع ولا ما منع؟ منع. اشترط؟ الصحابة اشترطوا؟ ما اشترطوا. ماذا فعل؟ فعل ما أمره الله. بأي شيء أمره الله؟ الله قال إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ماذا فعل؟ نحر هديه وتحلل، نحر هديه وتحلل، هذا الذي أمره الله. فإذا حبس الإنسان ينحر دما، ما استطاع يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، ما عنده ما يذبح، خلاص ترك واجبا يذبح عشرة أيام، يصوم 10 أيام، فيفعل ما أمره الله. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولذلك عامة الفقهاء على أنه لا يشترط، وأن هذا كان خاصا بضواعة. وذهب أحمد رحمة الله عليه إلى أنه يشترط إن خاف على نفسه الحبس، أنه يحبس دون البيت، يمنع دون البيت. فهذا أعدل الأقوال. ضباعة كانت يغلب على ظنها أنها تحبس عن البيت لأنها مريضة، فإن كنت يغلب على ظنك أنك تحبس اشترط، وعندها لا يلزمك شيء، تتحلل وتخرج والحمد لله. لكن لا تشترط في كل صغيرة وكبيرة. يعني مرة رأيت سائقة باص كان معنا، يعني كنا في عدة باصات في حملة من الحملات، فأرى راعي باص بجوارنا يمشي مع الحملة تبعنا محرم. خرجنا يوم 7 محرم الرجل، رأيت في ذي الحليفة محرم في الطريق، وقفنا في المطعم وجدته محرما. جينا يوم عرفة أشوفه لابس ثيابه وماشي، هذا ما كأنه كان محرم؟ يمكن أنا شكيت، قلت في نفسي يمكن أنا غلطان. يوم عرفة أشوفه رايح جاي ماشي كذا بثيابه، لابس بنطلون وقميص ماشي ما في شيء. جاء يوم العيد يسألني، قال يا شيخ أنا وأنا جاي في الطريق الباص بنشر، فيقول نزلت وغيرت البنشر ونزلت تحت السيارة وما أدري إيش عملت، رفع بالباص،
يقول طالعت وإذا ثيابي اتسخت صارت كلها تراب، يقول ففسخت ثيابي ولبست الثياب وبطلت الحج. على كيفك تبطل الحج؟ كيف يا حبيبي بطلت الحج؟ قال يا شيخ أنا كنت مشترط، أنا قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قلت وأي حابس حبسك؟ قال يا أخي ثيابي توسخت صارت كلها تراب. لما ركب الكفر فك بالعفريتة وبالعتلة وما أدري إيش عمل وركب الكفر، يقول الثياب توسخت صارت تراب كلها. قلت يعني إذا الإحرام صار فيه تراب هذا حابس؟ قال نعم. من أفتك بهذا؟ فمشكلة، هذه مصيبة، صار كل واحد يشترط وبعدين إذا ما جاز له قال والله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بيشر السيارة فسخ إحرامه ومشي. ما كان السلف يفعلون هذا. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج الحسين مع ابن عمه عبد الله بن جعفر للحج، وفي الطريق مريض وسقط وجلس مدة وهو مريض ويمرضه ابن عمه عبد الله بن جعفر، وخشي أن يفوته الحج هو، فأرسل رسولا إلى المدينة مباشرة إلى علي، تعال ولدك مريض وأنا أتركه وأروح للحج. فجاء علي وأسماء بنت عميس، أسماء زوجة علي وأم عبد الله بن جعفر، فجاء علي وأسماء وعلي ما كان حاج، فجلسا عند الحسين، فذهب عبد الله بن جعفر، فمكث علي عندهما عنده هو وأسماء، فأشار الحسين إلى رأسه، كان من شدة المرض ما يتكلم، فأشار إلى رأسه فأمر علي فحلق رأسه وأمر بذبح شاة عنه، ورأى أنه أحصر، أحصر بالمرض، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تشترط بعدين عطست في الطريق قلت والله أنا مزكي ورجعنا المدينة، ما صار هذا، ما صار هذا أبدا، هذا صار تلاعب بحرمات الله عز وجل، صار تلاعب بحرمات الله عز وجل. والمرأة تقول والله أنا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، راحت حاطت قالت بطلنا عمره رجعنا. طيب أنت عارفة أنك حتحيضي، كل النساء يحضنا، كل النساء يحضنا، والحيض ليس عذرا، ولا الزحمة أحيانا، أبدا الزحمة ليس عذرا والحيض ليس عذرا، فهمنا؟ إنما الاشتراط على وجهه إذا أحصر عن البيت مطلقا، حاول بكل الأوجه يصل إلى البيت ما استطاع. ولذلك عبد الله بن عمر في زمن الفتنة، هذا أورده البخاري وغيره رحمة الله عليهم، لما كانت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج رضي الله عن عبد الله بن الزبير وعن أبيه، أراد أن يحج، فقالوا له أولاده، قالوا له لا تحج هذا العام، فإنه كائن بين الناس حرب، في فتنة في مكة وحرب بين عبد الله بن الزبير وبين، فلا تحج، فإنا نخشى أن تحبس عن البيت، يعني تمنع من دخول مكة. هل قال أشترط وأقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ أبدا. ماذا قال؟ قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فأهل بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحديبية أهل بماذا؟ بعمرة، يعني رأى أن العمرة أمرها أهوى من الحج، فيقول أهل بعمرة، فإن صددت عن البيت أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحلق رأسي وأنحر هدي وأرجع، وإن دخلت مكة تيسر لي اعتمرت ثم حججت فأكون متمتعا. قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اشترط، وخرج واشترى شاة من قديد في الطريق، يعني اشترى شاة اللي هي الهدي يريد أن يسوقها، ثم تأمل فقال لبني، تأمل وقال ما أمرهما إلا واحد، والتفت لأولادي قال ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، يعني ما يحصل في الحبس في الحج نفسه، يعني الحل هو إن أحصرتم فبستيسر من الهدي. قال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أدخلت حجة مع عمرتي، يعني أهللت بحجة مع عمرتي، يعني كان متمتعا فصار قارنا، وقال إن صددت عن البيت هذه الشاة موجودة معي، نحرنا الشاة وحلقنا رأسنا ورجعنا المدينة، الحمد لله ما في شيء، وإذا دخلنا مكة هذه الشاة هي دم القران،
فدخل مكة الحمد لله ما صد عن البيت، طاف وسعى وأدى حجه مع عمرته ونحر الشاة هديا. إذن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولذلك يعني بعض أهل العلم يرى أنها بدعة أن يشترط الإنسان بلا داعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط، والصحابة ما كانوا يشترطون، وهذه أمرها النبي أن تشترط ضباعة لأنه يغلب على ظنها أنها تمنع من المرض، فإن كنت كذلك اشترط. نعم، فيها تعطيل للإحصار، إذا كل الناس اشترطوا صار ما في داعي للإحصار، لحكم الإحصار إن أحصرته فما استيسر من الهدي. ولذلك لا يشترط أحد، لا يشترط أحد إلا من غلب على ظنه مريض تعبان مثلا، يقتطع دونه بسبب المرض، يمنع من دخول مكة مثلا بسبب نظام، خرج مخالف ما عنده تصريح، راح للشميسي منعوه، راح مثلا للجموم منعوه، راح لوادي ما أدري مين منعوه، حاول يمين يسار يدخل من هنا من هنا، كله ممنوع ممنوع ممنوع، خلاص أنت مشترط فسخ إحرامك بس ثيابك وارجع بيتكم، ارجع بيتكم، أنت الآن أحصرت، فهمت؟ لكن إنسان ما عنده شيء من هذا القبيل، أبو خالد رايح ما شاء الله من ينبع، والله عز وجل يعطيه الصحة والعافية ويأتي إلى الميقات يقول إن حبسني حابس، ليش يا أبو خالد إن حبسني؟ أنت خايف من شيء؟ لا يا أخي لا تشترط، لا تشترط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط، والصحابة ما كانوا يشترطون، ولا أحد كان يشترط أبدا. نعم، والله أعلم. اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وذكر مثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج. قرأنا حديث عبد بن حميد الذي قبله قرأناه. طيب ماشي اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وابو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس مع كلمه مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم ان ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امراه ذا فقالت ان امراه ثقيله واني اريد الحج فما تامرني؟ قال اهلي بالحج واشترطي ان محلي حيث حبست حيث تحبست. قال فأدركت، يعني ما حبست، أدركت الحج الحمد لله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عامر قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. قال وحدثني أناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كل معنا عبدة. قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتوهل. الشجرة يعني الميقات، لأنه كانت ثم سمرة شجرة كبيرة بجوار المسجد، مسجد ذي الحليفة، ولذلك كان مسجد ذي الحليفة يسمى مسجد الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة حين انبعثت به راحلته. فقوله نفست بالشجرة يعني بذي الحليفة لما نزلت في ذي الحليفة. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. وبها قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت فعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، قال فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. قال وحدث هذا لما دخل عليها بسرف، والسرف هي اللي تسمى الآن النوارية قبيل مكة، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال ما لك؟ قالت وددت لو أني ما حججت عامي هذا، يعني ليتني ما جئت وحججته. فقال لعلك نفستي يعني حفظتي؟ قالت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني كل النساء يحضن، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم بقيت حائض رضي الله عنها، بقيت حائضا إلى يوم عرفة، هي كانت تنتظر لأنهم وصلوا إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وصلوا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، يعني بقيت كمان خمسة أيام وما طهرت خلال هذه الخمسة أيام. فلما ما طهرت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك وأهلي بحج، فصارت قارنة، صارت قارنة بحيث أنها أدخلت حجها، أدخلت حجة على عمرتها. ولذلك حين انتهى من الحج قالت يا رسول الله أترجعون بحج وعمرة وأرجع بالحج وحده؟ قال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة مجزئ عن حجك وعمرتك. فأبت إلا أن تأتي بعمرة منفصلة، كما أن صاحباتها يعني بقية أمهات المؤمنين يعدن بحجة بعمرة منفصلة وحجة منفصلة، هي أرادت ذلك. فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. نعم. وبها قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الذي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولما كن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني هديت لأحللت به عمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا الموافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبدة. وبها قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فقلت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة قال 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 عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام لم يقم بذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. أحسن، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.